بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم إزاي نقدر نشتغل على جهاز ستار نت تندر لأول استعمال، يعني هنشرح إزاي نستعمله أول استعمال عشان نقدر نشتغل عليه بعد كده بصورة طبيعية. الجهاز سهل جدا في استخدامه وسهل في مكوناته بصفة عامة. طبعا اللي احنا شايفينه قدامنا ده المنيو بتاع الجهاز. طبعا أنا شايل سلك الدش من الجهاز، يعني كده بص هيدينا لا قناة، مفيش قنوات، لأن أنا شايل سلك الدش لأن ممنوع إن الصورة بتاعة القنوات تظهر. أول ما يجيلنا الجهاز بنضغط منيو بالشكل دوت. لو لقينا الصورة بالشكل اللي قدامنا دوت مربعات فيها 12 مربع في اليوتيوب والسيرفرات والتركيب والتطبيقات والواي فاي وكده، يبقى الدنيا معانا، الجهاز أنت واخده متحدث. ودايما لو هتشتريه من أي حد قول له حدث لي الجهاز قبل ما تديهولي علشان اخده جاهز على التشغيل بالنسبة للسوفت وير، يكون على اخر سوفت. طبعا الجهاز ممكن يجيلك بالشكل دوت، المنيو يجيلك مش بالشكل ده، ممكن يجيلك بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده كده. لو جالك المنيو بالشكل اللي انت شايفه ده كده، هتضغط في الريموت 1655، هتضغط 1655. لو جالك المنيو عبارة عن 6 مربعات بس، يبقى كده الجهاز مش على اخر سوفت. هتبدأ انك طبعا الواي فاي مش ظاهر، هتبدأ تضغط 1655، هتلاقي ظهر معاك القائمة بالكامل والواي فاي كمان زي ما احنا شايفين ظهر الواي فاي قدامنا دوت اللي هنبدأ نشتغل عليه. طبعا اول حاجة بنعملها فيه ازاي نقدر نشغل الواي فاي، بنيجي على المربع اللي تحت ده جنب صورة الدعم الفني، بنضغط على المربع اللي قدامنا دوت، بنضغط اوكي، بيجيب لنا اعدادات الايثرنت والادفانسد سيت اب. تمام، اعدادات الايثرنت هي ديت اول حاجه، ادفانسد سيت اب اللي هو تاني اختيار قدامنا دوت، ده اللي فيه سيرفرات الشيرنج، سيرفر التي شير وسيرفر الجوسات. الجوسات ده بيتفعل برقم 8 12 مره زي ما احنا شايفين، والتي شير بيتفعل اوتوماتيك مع ده الشيرنج بتاع الجهاز. طيب انا عايز اوصل الواي فاي، اول حاجه بروح على اعدادات الايثرنت اللي قدامنا دي. تمام، رحنا على اعدادات الايثرنت، نوضح لكم الصوره شويه عشان الخط يظهر، بنضغط عليها اوكي وبننزل على اول حاجه طبعا نخلي الشبكه واي فاي، نوع الرابط شبكه واي فاي، بننزل على تحت كده على اعدادات ونضغط اوكي، بيقول لنا برجاء الانتظار بيجمع لنا الشبكات الواي فاي. دلوقتي الشبكات اللي قدامنا، قدامنا شبكتين اهم ظاهرين، الشبكه بتاعتي هي اتصالات اي فاي اللي هي تاني شبكه دي اللي انا معلم عليها وفيها علامه صح. طبعا لو انا عايز اوصل الشبكه اللي قدامي ديت بضغط عليها، بقف عليها بضغط اوكي. طب لو انا عندي شبكه مخفيه، بضغط اخضر في الريموت، في حاجه عندي اسمها اضافه يدوي، اضافه يدويه، بضغط عليها وبكتب اسم الشبكه بالظبط، بحط نوع الحمايه ونوع التشفير بالظبط والباسورد، والافضل انك تظهر الشبكه المخفيه وتوصل عادي وبعد كده ايه تخفيها. تمام، ايه الشبكه بتاعتنا اهيت، هنوصل عليها الواي فاي، بنضغط عليها اوكي، بيطلع علينا اول حاجه اسم الشبكة فوق اهو موجود لان الشبكة ظاهرة عندي، اسم الشبكة وبعد كده نوع الشبكة والامان، بعد كده بقول لك كلمة السر، كلمة السر هي المربع ده، بضغط عليه اوكي. بعد ما اضغط اوكي بكتب الباسورد اللي قدامي، ولو عايز اغير الحروف اخليها رموز كبيرة او رموز او حروف كبيرة كابيتال، بضغط الزرار الاحمر بيغير لي شكل الكيبورد. تمام، الزرار الاحمر في الريموت بيغير لي شكل الكيبورد. بعد ما بكتب الباسورد بتاعنا بنزل على الزرار الازرق في الريموت وبضغط تاكيد، بعد ما اضغط تاكيد بنزل على رابط تلقائي، رابط تلقائي دي بخليها عليها علامه صح، يعني هي كده مفيش عليها علامه صح، انا بخلي بضغط عليها اوكي بيديني علامه صح، وبعد كده بروح على حلقه الوصل وبضغط اوكي. طبعا هيقول لي فشل الاتصال، بعد كده نجاح الاتصال مره ثانيه، هيبدا ياخد خلاص كده نجاح الاتصال وعلامه السلسله اتفتحت معايا، يبقى انا كده وصلت الواي فاي بصوره سليمه. بخرج كده. طيب عايز افعل سيرفرات الاي بي تي في، لو عايز افعل سيرفرات الاي بي تي في، في عندي حاجه اسمها التطبيق، التطبيق دي فيها سيرفرات الاي بي تي في كلها، بدخل عليها كده على التطبيق وبنزل على كلمه اي بي تي في تحت هي قدامنا وبضغط اوكي، دي سيرفرات الاي بي تي في كلها. اول سيرفر ده الاكستريم، لو انا عندي اشتراك اكستريم بحطه، ما عنديش ماليش دعوه بيه. عندي سيرفر نوفا وسيرفر جوي وسيرفر كيوت، دول السيرفرات المتاحين والمجانيين على الجهاز. سيرفر نوفا بيتفعل بكود 1 10 مرات. تمام، لو دخلت عليه بيطلب مني الكود، انا طبعا مفعله اصلا. طب انا كده اخش على سيرفر تاني
النوفا طبعا ده افضل سيرفر في سيرفرات الجهاز يعني من الاخر. طبعا انا مفعله ومشغله، وما دمت موصل طبعا بيقول لي هنا اهو ان انا مفعله لغايه 17 11 25. طبعا السيرفر فاتح معايا. طيب انا عايز زي ما انتم شايفين كده، لو دخلت على السيرفر ولسه ما فعلتوش بيديني لوحه زي دي وبيطلب مني يوزر نيم. اليوزر نيم هو الباسورد في نفس الوقت، بكتب بضغط عليه اوكي بيطلع لي الكيبورد دوت، بكتب 1 10 مرات. بعد ما بكتب 1 10 مرات بنزل على علامة الادخال اللي هي العلامة ديت زي ما احنا شايفين، وبضغط اوكي. تمام، بيديني ان السيرفر تم تفعيله بنجاح حتى يوم كذا كذا. طبعا السيرفر ده لمدة سنة. بعد كده بضغط سيف. تمام، وخلاص كده اتفعل معايا السيرفر زي ما احنا شايفين. السيرفر دوت يعتبر افضل سيرفر على الجهاز، سيرفر نوفا. بعد ما افعل سيرفر نوفا عايز افعل اي سيرفر تاني، انا بخرج كده بضغط اكزيت لان ممنوع ان نظهر اي صورة. وعندنا طبعا عندنا نوفا لايف دي اللي فيها كرة القدم، نوفا فود دي فيها افلام، نوفا سيريس دي مسلسلات، نوفا قرآن دي مكتبة قرآنية كاملة. بخرج بالشكل ده. لو عايز افعل السيرفرات اللي عندي تاني، عندي سيرفر جوي وعندي كمان سيرفر كيوت، كل واحد منهم لمدة سنة على الجهاز بنفس الطريقة. بدخل عليه بالشكل دوت. انا طبعا مش هفعل كيوت بس انا هوريكم الطريقة من بره. بيقول لي هنا يوزر نيم، طبعا هو اليوزر نيم هنا مكتوب 7 12 مرة، لا هو 7 10 مرات بس. وبعد كده بضغط اوكي. بعد ما بضغط احط الباسورد بتاعي 7 10 مرات. دي برضو طريقة تاني علشان ما نتلخبطش. طبعا بمسح كده بالزرار الأزرق الأرقام وبحط رقم 7 10 مرات. تمام، وبعد كده بضغط على علامة الإدخال ديت أوكي. وبعد كده بيوديني على اللوحة بتاعتي وبضغط أوكي تاني إنبوت، أو بضغط سيف على طول بالأخضر بيبدأ يديني ال اكتيفيشن بتاعي لمدة سنة. كده أنا خلاص خلصت، عرفت ازاي بقدر ان انا اخش على السيرفر واقدر افعله. بالنسبة للشيرنج على الجهاز، لو عايز افعل الشيرنج بروح على شبكة الواي فاي. واي فاي هنا هي اللي فيها الشيرنج بتاع الجهاز، عليها سيرفر الجوسات وسيرفر التي شير والتي كام. التي كام احنا مالناش دعوة بيه في الجهاز، احنا لينا دعوة بالتي شير بس لمدة سنة، والجوسات. والسيرفر الاساسي على الجهاز هو الجوسات، التي شير سيرفر ضعيف جدا مش زي الجوسات. طبعا بنزل على تاني سطر في الشبكة اللي هو ادفانسد سيت اب، وببدأ اخش عليه. بخش مثلا على الجوسات، بعد كده بخليه فتح طبعا، وباجي على الكود بيبقى مكتوب اوتوماتيك 8 12 مره. بضغط الزرار الاحمر بيديني تاريخ التفعيل زي ما احنا شايفين. طبعا الجهاز ده بيدعم الترجمه وبيدعم الصوتيات في نفس الوقت على الجوسات. نفس الكلام على التيشير، بس التيشير مش بحبه بصراحه، سيرفر تعبان. بخليه فتح بالشكل ده وبيديني تاريخ الانتهاء. كده هو اونلاين وكده اشتغل معايا. خلاص كده احنا فعلنا سيرفرات، عرفنا ازاي نقدر نفعل الاي بي تي في. عندنا النوفا، طبعا النوفا كله بره اهو، دي ميزه في القايمه بتاعه الجهاز. نوفا لايف، نوفا موفيز، نوفا سيريس، كله موجود. طبعا الجهاز بيدعم اليوتيوب وشغال اليوتيوب عليه، الدنيا تمام. طيب لو انا عايز احدث الجهاز، لو عايز تحدث جهازك بتروح على اليو اس بي وبتروح على تحديث. في اليو اس بي اهي اول حاجه تحديث. تحديث لو ضغطت عليها كده بيطلع لي 2 تحديث، تحديث بواسطه اليو اس بي لو انت عندك السوفت على فلاشه، والتحديث النت ابجريد ده الخاص بالانترنت. بيقول لي نعم ولا لا، بقول له نعم وابدا اخش على السيرفر عندي زي ما احنا شايفين كده. دخلت على السيرفر بيقول لي التحديثات الجديده متوفره. اليوزر دي بي، يوزر دي بي ده ملف القنوات، لكن السوفت وير اللي انت عليه هو الاصدار الاخير. الاصدار الحالي هو 54 16 12، والاصدار السوفت وير الحديث اخر سوفت هو نفس السوفت. لو انت على سوفت تاني او على سوفت قديم هيظهر لك مربع اصفر هنا مكتوب عليه يوزر سوفت وير. تمام، لكن انت علشان على اخر سوفت مش ظاهر مربع يوزر سوفت وير، ظاهر بس ايه ان انت على ليك انك تنزل ملف القنوات بس. تمام، ده بالنسبة للتحديثات. بنخرج كده. طبعا احنا كده خلاص يعني ايه قلنا المفيد بالنسبه للجهاز. بالنسبه للتفضيلات عندك هنا، لو انت عايز تغير اللغه، اللغه هنا عربي، لو عندك اللغه انجليزي او عايزها انجليزي. طبعا اللغه عربي زي ما احنا شايفين انجليزي انجليش، لو عايز تخليها انجليزي بنخليها انجليزي. انا بحب طبعا اللغه العربي
سهل لنا امور كتير جدا بالنسبه للناس اللي ما احنا كلنا يعني ايه ولاد عرب زي ما بيقول. تمام. بالنسبه للقناه هنا، لو عايز انقل القناه، اداره القنوات طبعا، عايز انقل القناه، عايز ارحل القناه، عايز احرك قناه، عايز احذف قناه بالزراير. لو عايز اعدل اي قناه بقف عليها وبضغط اوكي، بيديني علامه صح زي ما احنا شايفين. تقدر تنقل اي عدد من القنوات مجموعه مع بعضها، بتقف في المكان اللي انت عايز تنقل فيه وتضغط اصفر. بعد ما علمت عليهم خلاص كده بتضغط اصفر، بيتنقلوا اوتوماتيك. عندك حذف قنوات، عندك قفل قنوات باربعة اصفار، وعندك التعديل، ده تعديل اسم القناة. بالنسبة للبحث هنخرج كده طبعا، لما تيجي تخرج لازم هيديك حفظ بيانات اللي انت عملتها، لان انا حركت بعض القنوات. طيب لو انا عايز مثلا في القنوات برضو عندي قائمة المفضلات، بضيف القنوات المفضلة بالليست بتاعتها. طيب لو انا عايز اعمل بحث اعمى، وده اهم شيء وده اخر حاجة هنقولها، لو انا عايز اخش على البحث بخش على اعدادات الهوائي، وباجي كده على اعدادات الهوائي. لو عايز اعمل بحث طبعا، ده شكل النايت سات عندي، انا شايل سلك الدش طبعا، فمديني اشارة بس ايه، اشارة وهمية. طبعا لو انا عايز اعمل بحث بضغط الزرار الازرق في الريموت، الزرار الازرق بيديني زي ما احنا شايفين البحث. لو عايز اعمل بحث عشوائي، البحث العشوائي هنا هو البحث الاعمى. عندي بحث يدوي، لو عايز احط تردد يدوي اقف عليه. تمام. وانا دايما بنصح اعمل بحث عشوائي، ده بينزل لك كل قنوات القمر مره واحده، بضغط اوكي بيبدا يعمل عمليه البحث معانا. دي كانت امور سهله. طبعا الناس اللي عندها دايزك برضو، عندها اقمار وعايزه تظبط الدايزك، في عندنا وضع الدايزك اهو في اعدادات الهوائي، بضغط عليه وبختار الدايزك. لو عندي 4 مخرج بخليه 1.0، لو عندي الدايزك 8 مخرج بخليه 1.1 بالشكل ده، وبختار القمر اللي انا عايزه، بحط المدخل اللي انا مختاره بالنسبه لوضع السلك في الدايزك فوق السطوح جنب الطبق. طبعا دي كلها امور بسيطه وسهله بالنسبه لي. جهازنا النهارده جهاز ستار نت تندر، وسهل شرح سهل كده وسلس وبسيط عشان الناس تعرف تشغل الجهاز. طبعا هنا السيتنج بتاع الجهاز او الاعدادات، الامور كلها سهله. عايز تظبط درجه الالوان من الاي في، كله موجود في الاي في. عندنا وضع الاستعداد، لو عايز تعمل ضبط مصنع في الاعدادات موجودة، استعادة وضع المصنع، استعادة الكل، لو عايز تمسح الكل حاجة على الجهاز بملف القنوات مع السوفت، و الاستعدادات كلها موجودة في استعادة وضع المصنع. طبعا ده شرح سريع وانا مش عايز اطول بصراحة، وكان هو المهم ازاي نقدر نفعل سيرفرات الاي بي تي في والشيرنج، مع كمان ان احنا نقدر نتعامل مع الجهاز. طبعا لو معاك فلاشة عليها لأي داتا، برامج، محتوى عايز تشغله عليها، بتخش على المركز الإعلامي دوت، بتحط الفلاشة وبتشغل الدنيا، بتشتغل معاك زي الفل. شكرا جزيلا لحضراتكم، ودمتم بصحة وبعافية. ده كان شرح مبسط. أي حد مش فاهم حاجة في الجهاز يا ريت يبعتها لي في التعليقات أو واتساب، بتابع معاه إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.